بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان اس زد سوبر بلس، عربيه كامله كل شيء اللي بفضل الله اكتسحت السوق لاخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا اللي هنتعرف عليهم دلوقتي. اتعرف عليك يا استاذ. اخوك محمد سيد. حبيبي يا عم محمد. مين يا عم محمد؟ من حلوان. احسن ناس. اول حاجه اهلا وسهلا بيك في معرض غصن الزيتون يا عم محمد. حبيبي يا عم محمد. انت كنت بتتابعنا على الانترنت ولا حد خد عربيه ونصحك تيجي تشتري من هنا ولا الدنيا مش معاك؟ لا انا كنت بتابعك على الانترنت. تمام يا معلم. نفس انت كنت بتشوف في الانترنت جيت لقيته هنا بفضل ده ولا جيت لقيت حاجه مختلفه؟ لا حاجه كويسه بصراحه وناس كويسين يعني. الله يبارك. حد اثر معاك في اي حاجه هنا في المعرض؟ لا لا لا, لا 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 والله. العربيه بقى اللي انت واخدها الاس زد دي ايه رايك فيها؟ اعلى فيها خالص في السوزوكي؟ لا كويسه، فيها حاجات كويسه وفيها سيفتي امان، فيها ازاز كهرباء سنتر كامل، فوانيس ليد، عربيه جاهزه يعني هترخص وتطلع بفضل الله تشتغل. تمام. حبيبي يا عم محمد. الناس بقى اللي شفنا على الانترنت تقول لهم ايه هنا عن المعامله وعن الدنيا في معرض؟ لا الناس كويسين ومعامله كويسه. تعالى خد فكره بنفسك. تعالى اتفرج وشوف كده ومش هتخسر حاجه يعني. الله يباركك يا سعاده الباشا، ربنا ان شاء الله يدي خير ويوفقك شرها ان شاء الله. ربنا يبارك. حبيبي يا ريس، تعرف برضه على السلم معانا؟ حبيبي اخوك ايهاب فاروق يا باشا من حلوان. حبيبي حاجه شرفناك معانا بس. ربنا يبارك لحضرتك يا باشا. رايك هنا بقى في المكان في الدنيا؟ صراحه مكان جميل، اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله، ومعامله زي الفل وناس تمام وصح الصح. بصراحه لا والله ولا اي حاجه. مره واثنين اتفرجت، مره واثنين وثلاثه. تمام ربنا يوفقك ان شاء الله. الحمد لله. عربيه ما شاء الله جميله وفيها جميع الكماليات، الله اكبر عليها، وعربيه زي الفل بصراحه، وانتم ناس معاملتكم 100 100. دي بالدنيا كلها والله يا باشا. حبيبي حبيبي الدنيا. تسلم لي اخويا. تسلم لي حبيبي. ممكن ربنا اللي هو يديك خير ويوفقك ان شاء الله. اللهم امين. الف مبروك يا ريس. الف مبروك يا عم. الف مبروك يا باشا.